بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى بعظم شيخنا في الدارين آمين. ثم دعوا بما بدا لك من الدعوات المشهورات، واحفظها مما أوردناه في كتاب الدعوات من كتاب يحيى عروض الدين. هو أعظم كتاب في الدعوات والأذكار للإمام النووي، لكن الإمام النووي كان متأخرا. أنا مش معي عيني لا تأتي به، خلاص لا نريد. أعظم كتاب في الدعوات هو الأذكار للإمام النووي. قال مولانا ابن علان: بع الدار واشتري الأذكار. بع الدار واشتري الإيه؟ الأذكار. فقراءة الأذكار هي المناسبة لك في كل وقت وفي كل حين، وهي التي تجعلك موصولا بربك. ففي كل وقت وفي كل موقف أنت تقرأ، أنت تمشي. طيب، مولانا الإمام النووي ولد سنة 631، مولانا الغزالي مات سنة 505، فلم يقرأ مولانا الغزالي كتاب الأذكار. لكن الإمام النووي استفاد من الإمام الغزالي كثيرا، فقرأ كتبه ومحصها وحقق الكثير منها. فإذا قرأت إحياء علوم الدين وقرأت الأذكار ستجد أن هناك اتصال بين الكتابين. قول سيدي. ولتكن أوقاتك بعد الصلاة إلى طلوع الشمس موزعة على أربع وظائف. لماذا إلى طلوع الشمس؟ أحب الأوقات في طلب الدعاء ما كانت بعد عبادة. دعوة الصائم عند الإفطار مستجابة، دعوة الحاج بعد الطواف إن شاء الله موقف استجابة. لكن مولانا، ما رأيك في الدعاء عقب العبادة؟ العبادة يا مولانا معناها التقرب إلى الله، فإذا تقربت إلى الله بالعبادة كان أحرى في القبول. أعظم العبادات ماذا؟ الصلاة. فإذا دعوت الله بعد الصلاة إن شاء الله مستجاب. ومن هنا أعظم شيء في الأذكار الاستغفار، وأعظم شيء في الدعوات طلب المغفرة. ومن هنا الإنسان عقب الصلاة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يدعو: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. يثني على الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. يسأل الله الجنة ويعوذ من النار: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. يضمن مقعده في الجنة من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، فليس بينه وبين الجنة إلا السام، يعني الموت. ثم الذكر: سبحان الله الواحدة 10 حسنات، 10 سيئات تمحى، 10 درجات شجرة في الجنة بكلمة سبحان الله. هذا ذكر. إلى طلوع الشمس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، نساءه وبناته. ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول: قمنا فاشهدنا رزق ربكن. فالأرزاق توزع في الصباح. الغافل النائم الله يرزقه، لكن شوف مولانا توزيع الأرزاق يكون في الصباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ البركة في البكور. هذا حديث. البركة يعني الخير والزيادة والنماء والبركة وسعة الأرزاق. البركة في البكور. ما معنى البركة في البكور؟ يعني كلما
كنت مستيقظ بعد صلاة الصبح أنت تشهد الرزق، فما بالك إذا وزعت الأرزاق وأنت ذاكر. شوف أبوك جاء الآن يبحث عنك، أين فلان؟ فقالوا في الرواق. فجاء أبوك فوجدك معك الكتاب وتسمع الدرس وتدون، أبوك يكون مصروف، لأنه وجدك على إيه؟ على طاعة وعلى علم وعلى الهدف من مجيئك إلى مصر. لكن أبوك يسأل أين فلان؟ قالوا فلان في برنامج يلعب كرة في سوق السيارات. فيذهب أبوك فوجدك الحمد لله أحرزت في المباراة 3 أهداف متتالية، أبوك فرحان صح؟ ما أرسلك لتلعب الكرة ولكن أرسلك للدرس. الله أرسلك للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا، فإذا عبد الإنسان ربه الله أكرمه. خلاص يا شباب قول يا سيد بطاطس. ولتكن أوقاتك بعد صلاة إلى طلوع الشمس موزعة على أربع وظائف. من كان في المسجد بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس أعطاه الله ثواب حج وعمرة، ثواب لم تسقط الفريضة ولكن أخذ الثواب. الأول وظيفة في الدعوات. وكلمة وظيفة يعني معناها كأنها مراتب، يعني الوظيفة الأولى أن يقرأ سورة الملك، الوظيفة الثانية أن يصلي على رسول الله 100 مرة، الوظيفة الثالثة أن يستغفر 100 مرة، الوظيفة الرابعة أن يتصدق بصدقة. هذا يعني معنى وظيفة، كأنه يقسم الوقت الأول الوقت الثاني الوقت الثالث. سميت وظيفة لأنني وظفت جهدي إلى هذا الأمر في هذه الساعة. وظفت يعني التركيز. شيخ موظف، ما معنى موظف؟ يعني يذهب إلى العمل بانتظام. وظيفة تخصيص. واحد عن الثاني يبقى. ووظيفة في الأذكار والتسبيحات. الأذكار والتسبيحات من قراءة القرآن، والقرآن أعظم الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتكررها في المسبحة. ليه مولانا؟ المسبحة يعني ما حكم المسبحة؟ بدعة حرام ولا حلال ولا؟ المسبحة كان في روايات أن إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تسبح بالحصى، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، ثم جاءها وقال لقد قلت كلمة أزيد مما قلت، فقد قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فقالوا كان عندها حصى كده من هنا إلى هنا. نمرة 2، هذه المسبحة ما هي؟ شيء يساعدك على الاستمرار في الذكر. واحد يحدد أنا سأجلس من الساعة 10 إلى الساعة 12 سأقرأ 50 صفحة. لو جاءت الساعة 12 وقرأ 49 ماذا يفعل؟ يكمل أو ينتهي؟ يكمل، فاضل صفحة. فلو هو يذكر إلى هنا ثم يتعب بقي هذا سيكمل. كم فعل؟ فعل 200، هو يريد يأتي إلى 500 فيكمل. إذن المسبحة تساعدك على الاستمرار في الذكر. كيف نعبد الله بحساب؟ الحساب نوع من أنواع التشجيع. شوف من صلى علي مرة صلى الله كم، ومن صلى 10 100، ومن صلى 100. لماذا يقول الرسول 100؟ لماذا من قال من صلى علي كثيرا صلى الله عليه أكثر؟ لماذا 1 10 10 100 100 1000؟ لماذا الرسول لم يقل صلى الله عليه وسلم من صلى علي كثيرا صلى الله عليه أكثر؟ لماذا لم يقل هذا؟ الرقم تحديد، والتحديد الكثير ترغيب. هذه القضية
التحديد الكثير ترغيب. من قال سبحان الله أعطاه الله 10 حسنات، الله قادر ويضاعف لمن يشاء، حسنة 10، 10 100، 100 700 ضعف، ويزيد الله لمن يشاء. فممكن تكون الحسنة 1,000,000، الله أعلم، فضل الله يؤتيه من يشاء. قول يا سيدي. ووظيفة في قراءة القرآن، ووظيفة في التفكر. القرآن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختم مرة كل 3 أيام، وكان الإمام الشافعي يختم مرة في اليوم، وفي رمضان ذكرت الكتب كان يختم 2. صعب، دي كرامات أولياء، أول الأنبياء معجزة. كان عثمان بن عفان يقرأ القرآن في ركعة، لا تظن ركعة يعني 2 ساعة، الله أعلم، لكن كان يختمه. كرامة من كرامات الأولياء، أمر خارق للعادة. كنت مرة في إندونيسيا فكنت أتكلم أن مولانا زين العابدين كان يصلي في اليوم 1,000 ركعة، كان عنده 500 شجرة ملكه، فكان يصلي في كل ليلة 2 تحت كل شجرة. 2 إيه؟ تحت كل إيه؟ شجرة. يبقى عنده 500 في 2 بكم؟ 1,000. فرجل في إندونيسيا يسأل، قال يعني كيف يصلي 1,000 فاتحة و1,000 تشهد و1,000 تكبيرة إحرام؟ يعني الإنسان يصلي التراويح 20 ركعة، ده زمان، دلوقتي انتوا بتصلوا 8، صح؟ في تطور. يعني صلاة التراويح عند الجمهور 20، لكن أنتم الحمد لله تطور خليتوها 8، ممكن بعد 20 سنة تكون 2، بعد 30 سنة خيال، يتخيل الإنسان أنه يقف ويجلس. شافعية تايوان مولانا، ليس شافعية يابان، شافعية تايوان. شوية شوية، تعرف شوية شوية؟ يعني عرفتها خلاص، أكلت فول، من لم يأكل فول لا يتعلم العربية. خذه رحلة إلى فول، يأكل فول بالزيت الحار، تأكل فول 5 جنيه، رنجت وربع، تأكل فول وتشبع خلاص. من أكل فول صار من الفحول. كيف تفهم إرشاد الفحول للشوكانة ولم تأكل فول؟ لازم ده أمانة، لازم يأكل فول. خلاص، انت اكلت فول، شوف عشان كده هو يفهم عربي اكثر منك، لانه اكل فول. هذا السر، هذا السر. السر فين يا مولانا؟ ليس في الكتب. السر فين؟ ها، في الفول. هذا الفرق بين من اكل فول ومن لم ياكل. طيب، الكرامات الله يوسع، لا أحد يتكلم معه. 2، كلما ازددت في القراءة تأخذ وقت أسرع. الماهر بالقرآن ممكن يقرأ جزء في 1/4 ساعة، المتعتع ممكن في 5 ساعات، لكن مرة 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 يصل إلى القدرة. التمكن، الصانع عندما يكون متمكن يصنع جيد في وقت بسرعة، لكن غير صنيعي وقت كثير وجودة رديئة. نقرأ ماذا في القرآن؟ الأصل أنك يكون لك أقل شيء في اليوم حزب، يعني كم؟ 1/4، 4، هذا أقل ما يقرأ. الختمة مرة في كل 2 شهر، رمضان لا تقل عن جزء حتى تختم القرآن في شهر القرآن. طيب، من أراد الزيادة، الأفضل أنك تختم القرآن في 3 أيام كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن 3 أيام قد يكون كثير. ابن مسعود كان يختمه في 1 أسبوع، وكان أهل الله يختمون في 1 أسبوع،
يقرؤون السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربع والخميس والجمعة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا برنامج. ومن السنة عند كل ختمة كان يأتون بالأطفال وبالشيوخ ويفعلون حفلة ويأكلون شيئا حلوا كما كان يفعل ابن مسعود، كان يختم القرآن في كل خميس، كان يختم القرآن في كل خميس. يلا سيد اقرأ منها. ووظيفة في التفكر، فتفكر في ذنوبك وخطاياك. التفكر يعني المحاسبة، لكن التفكر له خطوات مولانا، الموضوع ليس سهل. يعني واحد، من أنت؟ أنت عبد. الله سيد. ما العلاقة بين السيد والعبد؟ السيد يأمر والعبد يطيع. هل أنت أطعت سيدك؟ هذه مسألة. اثنين، لماذا خلقت؟ للطاعة. خلقت لماذا؟ للطاعة. طيب مولانا، عندما خلقت للطاعة هل حققت الهدف؟ ثلاثة، ما المصير؟ إما جنة وإما نار. ما الذي يقربك إلى الجنة؟ طاعة. وما الذي يقربك إلى النار؟ المعصية. هل زادت طاعتك على معصيتك؟ فإذا زادت الطاعة ادخل في طاعة أخرى الحمد لله، وإذا نقصت الطاعة وزادت المعصية رجاء أن تقول أستغفر الله. أدي معنى التفكر. تفكر في حالك، النشأة والمصير والوظيفة. نشأتك عبد، مصيرك جنة أو نار، آخر شيء إيه؟ وظيفتك. وظيفتك أنك عبد، والعبد ماذا؟ ها؟ يطيع. قول يا سيدي. وتقصيرك في عبادة مولاك. نعم. وتعرضك لعقابه الأليم نتيجة التقصير. إن الله خبأ سخطه في معاصيه. إن الله خبأ سخطه في ماذا؟ في معاصيه. فلو الإنسان يعصي أي معصية فيها غضب الله أنا لا أعرف، أي معصية تجعل الله يغضب أكثر أنا لا أعرف. ومن هنا يا مولانا رجاء لا تفعل معصية. إن الله خبأ رضاه في طاعته حتى تفعل الطاعات، وخبأ سخطه في معاصيه حتى تجتنب المعاصي. فأي طاعة يحبها الله لا أعرف، افعل كله. وأي معصية تغضب الله لا أعرف، ابتعد عن كله. خلينا نعمل في المضمون. ابن عطاء يقول اجتهادك فيما ضمن لك. الرزق، الرزق مضمون. أو الشيخ يشرب شاي مضمون، مضمون الشيخ يشرب شاي. اجتهادك فيما طلب منك، اجتهادك في المطلوب. والشيخ يقصر فيما طلب منه وهو الطاعة، هذا دليل على أن قلب الشيخ أسود. شوف ابن عطاء ماذا يقول في الحكم، اجتهادك فيما طلب منك وتقصيرك، استغفر الله، اجتهادك فيما ضمن لك الرزق، وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. هذا مضمون أنا اجتهد فيه، وهذا غير مضمون بل مطلوب أنا أقصر فيه، هذا دليل على أن الإيه القلب يا مولانا أسود. فهم مولانا؟ قول يا سيد. قول يا سيد بطاطس. وترتب أوقاتك وترتب وترتب أوقاتك. تنظيم جيد. بتدبير. أجمع كل المتفوقين على الجدول. لازم كده مولانا. في الصباح أقرأ قرآن، بعد الظهر أقرأ حديث، بعد المغرب نقرأ سورة
الملك بعد العشاء نصلي على رسول الله كما تشاء، لكن لازم جدول. من فعل الجدول فعل الوظيفة، ومن فعل الوظيفة استطاع الحساب. لازم جدول، لازم تحديد. أنا اليوم أصلي على رسول الله كم مرة؟ 1000. طب أنا صليت 900، أنا كيف أنام؟ في نقص. طيب أنا صليت 1000، ممكن بكرة 1100، بعده 1200، يبقى فيها في زيادة، ليس فيه نقصان. فالجدول هو الذي يجعلك أنت تمشي صحيح ولا خطأ. لازم تنظيم، لازم جدول. هذا الجدول إذا فعلته تستريح. الجبل الكبير يبدأ من الحصى. من يريد أن يحفظ القرآن كله ممكن كل يوم آية ينتهي، كل يوم آيتين ينتهي، كل يوم 5 ينتهي ينتهي. كيف يحفظ الإنسان 1000 حديث؟ لو كل يوم يحفظ حديث 3 سنوات انتهى. فلان يحفظ 1000 حديث، أيوة يحفظ. كيف حفظ 1000 حديث؟ هو كل يوم يحفظ حديث. اليوم لا ضرر ولا ضرار، غدا تبسمك في وجه أخيك صدقة، بعده ها لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، 4 إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كل يوم أنا حديث حديث حديث، سهل أن أحفظ 1000 حديث. أنتم تتكلمون عربي، أقل واحد فيكم يحفظ كم كلمة عربي؟ 1000. ممكن يعني أقل واحد فيكم يحفظ على الأقل 3000 كلمة. كيف حفظ واحد منكم 3000 كلمة؟ كلمة 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 كلمة، خلاص كلمة يحفظ، يحفظ شاي يحفظ، دجاج يحفظ، ملوخية يحفظ، طريق يحفظ، كلمة 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 كلمة، إلى أن تكون عنده كلمات كثيرة. ثم جاء النحو والصرف، صار يتكلم. هذا هو المراد. إن الجبال من الحصى. أنا أريد أن أقرأ تفسير القرطبي كاملا. كم مجلد القرطبي؟ 20. المجلد كم صفحة؟ 400. لو الإنسان يقرأ في كل يوم، في كل يوم 10 أوراق، إيه النتيجة؟ 10 فقط، في خلال 1.5 عام ينتهي من القرطبي. تعرف كم إنسان قرأ القرطبي كاملا؟ كلنا نقرأ مواضع، ولذلك سميت هذه الكتب مراجع. إن نحتاج شيء ماذا نفعل؟ نرجع نأخذ ونقرأ. لكن هل تستطيع أن تقرأ القرطبي كاملا؟ تستطيع في 1.5 سنة. لو كل يوم تقرأ كم كلمة، كم صفحة؟ 10. كم يعني 10 صفحات؟ كم ساعة؟ 5 ساعات؟ نصف ساعة، نصف ساعة. تستطيع تقرأ البخاري كاملا؟ 7000 حديث، احذف المقرر 4000. لو كل يوم تقرأ 50 حديث، 50 ايه؟ تنتهي في خلال 2 سنة، ايه المشكلة؟ إن الجبال من الحصى. قول يا سيدي. وترتب أوقاتك بتدبيرك أوراتك في جميع يومك، لتتدارك به ما فرطت من تقصيرك، وتحترز من تعرض لسخط الله تعالى الأليم في يومك. التحرز يعني الابتعاد، فالطاعة تصرف العذاب، الطاعة تصرف العذاب. فاجعل وقتك كاملا في الطاعة. كيف؟ بتنظيم الأوقات. كان في بعض العلماء عقب كل صلاة يعبد الله، إما بذكر وإما بتسبيح وإما بقراءة، فيجد يومه في نظام دون تعب. نحن نريد نقرأ البخاري، لو بعد كل صلاة نقرأ 10 أحاديث لن تشعر بشيء. 10 أحاديث يعني كم؟ 5 دقائق، صح؟ لو كل يوم بعد كل فرض نقرأ 2 صفحات لن تشعر بالوقت، لكن في نهاية الشهر ستشعر أنك قرأت
عشرة، عشرة في عشرة بتلتمية، قرأت تلتمية صفحة بس عقل كل فرد كل فرد كل فرد. تنظيم الأوقات في العبادة من أخطر الأمور التي تساعدك على التقدم للتأخر، وهي ميزان، فإذا فعلت ما كنت تفعل بالأمس أنت عادي، إذا فعلت أقل أنت متأخر، إذا فعلت أزيد أنت متقدم. هذا الميزان لن يكون إلا بتنظيم الأوقات. قول سيدي. وتنوي الخير لجميع المسلمين، وتعظم ألا تشتغل في جميع نهارك إلا بطاعة الله تعالى. العزم هو القصد، وهو قصد فعل الشيء مع التراخي فيه. أنا الآن أريد أن أصلي صلاة الصبح، الساعة كام الآن؟ 10:30. أنا ناوي ولا عازم؟ ناوي تصلي الصبح؟ نعم، قم صلي. فالنية اقتران الفعل، قصد الشيء مع ايه مولانا؟ مع ايه؟ قصد الشيء مقترنا بفعله، هذا تعريف النية. النية لغة القصد، واصطلاحا قصد الشيء ها مقترنا بفعله. أنت تريد تصلي الصبح؟ نعم، قم صلي الصبح. لكن مولانا كيف نصلي الصبح الساعة 10:10، 10:30؟ الصبح على الساعة 3:15 تقريبا، يعني في 5 ساعات. كيف نصلي الصبح بدري؟ لكن أنا ناوي. مولانا أنت لست ناوي، أنت عازم. ما هو العزم؟ لغة القصد، واصطلاحا قصد الشيء يعني قصد فعل الشيء مع التراخي في فعله. هذا هو العزم. ولذلك عندما يعود الإنسان تائبا، الشيخ يقول له قل له ابن استغفر الله، تبت إلى الله وندمت على ما فعلت، وعزمت عزما أكيدا على ألا أعود إلى ذنب أبدا. لماذا أقول وعزمت عزما؟ لأنني الآن تائب. أنا الآن ماذا؟ تائب. فما دمت تائب لا أتوب، لكن أنا أعزم قصد أنني في المستقبل لا أرتكب الذنوب. قول يا سيدي. وتفصل في قلبك الطاعة التي تقدر عليها، وتختار أفضلها، وتتأمل تهيئة أسبابها. الهيئة يعني أشكالها. هناك من يحب الصلاة، هناك من يحب الصوم، هناك من يحب أن يتقرب إلى الله من باب الخدمة، وهناك من يحب أن يتقرب إلى الله من باب الصدقات. كل واحد له ما يحب. أنت الآن تجلس في مجلس العلم، الإمام الشافعي قال أن مجلس العلم أفضل من النفل المطلق. هيا نقوم نصلي قيام الليل ولا نجلس للعلم؟ قيام الليل يفيدك وحدك، أما مجلس العلم يفيدك ويفيد غيرك. ومن هنا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه أن العلم أفضل من النفل المطلق، لأن العلم يفيدك ويفيد غيرك. أما الصلاة في النوافل تفيدك أنت فقط. هذا كلام أهل الله يا ابني. عموم النفع. وتتأمل تهيئة أسبابها لتشتغل بها، ولا تدع عنك التفكر في قرب الأجل وحلول الموت القاطع للأمل، وخروج الأمر عن الاختيار، وحصول الحسرة والندامة، وطول الاختراز. حصول الحسرة على ما فات. الندم هو يعاتب نفسه، الحسرة هو يتألم على ما فاته. خلي بالك معايا، هو ندمان. سبحان الله، هذا الكتاب وجدته ب5 جنيه لكن لم أشتري، الآن 60 جنيه. يا سبحان الله، هذا اسمه إيه؟ حسرة.
في الأول ندم، ندم يعني هو يعني شبه كده متألم شوية، لكن الحسرة شدة الألم على ما فات. وحصول الحسرة والندامة وطول الاغترار إحداهن دائما. ما طول الاغترار؟ من سيموت؟ كلنا. متى سنموت؟ الله أعلم، لكن كلنا يفكر في المستقبل أكثر من 20 سنة قادمة. ها صح، هذا الرجل يفكر أنه يتزوج وينجب أولاد، والأولاد يكبرون، ثم يفعل سوبر ماركت كبير، ثم يشتري سيارة، ثم يتزوج بامرأة أخرى، ثم يعمل في الحكومة، ثم يؤلف كتب، ثم يكون عالم كبير، ثم يسافر أمريكا، ثم هذا اسمه طول الأمل. لكن من يفكر أنه يموت؟ قل له ستموت، سيقول نعم أموت، لكن طول الأمل يغطي على الموت. فهنا الاغترار بالعمر صعب. الشيخ هو يجلس أمامكم وينصحكم، لكن أنا أعتقد أنني لن أموت الآن. لذلك الشيخ عنده آمال في بكرة، يشتري كتب ويطبع كتب، يبيع كتب، يتاجر في كتب، يذهب إلى العمرة، يذهب إلى الحج، يبني مدرسة، يسافر إلى ماليزيا، يسافر إلى بنكوك، يسافر إلى بطاطس، يسافر إلى ملوخية. كل ذي آمال عند الشيخ، بكرة 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 بكرة. مولانا ألا تظن أنك اليوم تموت؟ نعم نموت، الأعمار بيد الله، تقال باللسان وليست بالقلب. فهمت يا مولانا؟ فلا تغتر بطول العمر. إيه رأيك مولانا لو قلنا أن الامتحان كل يوم بدون أجازة ستجد في الامتحان؟ صح، أنت تعود اليوم الساعة 4 من الامتحان، ها ممكن تنام 5 دقائق ثم تستيقظ مذكرة. طب مولانا نعم، في الامتحان مرة كل أسبوع، يعني إيه؟ يعني النهاردة الاثنين، متى الامتحان؟ الاثنين القادم، يعني في 3 أجازة، 4 5 سبت، ها جمعة سبت أحد اثنين. ماذا يفعل الشيخ؟ الشيخ عاد من الامتحان يوم الاثنين ينام. يوم الثلاثاء الشيخ يخرج إلى البرنامج والزيارات. الشيخ يوم الأربعاء الله أعلم، الشيخ يوم الجمعة يبدأ المذاكرة. سبحان الله، لما كان الامتحان كل يوم الشيخ كان يذاكر كل يوم، لما صار الامتحان مرة كل أسبوع صار الشيخ يذاكر مرة كل أسبوع. الإنسان لا يعمل إلا تحت ضغط، المشقة تجلب الإيه؟ تيسير. قل يا سيدي. وليكن من تسبيحاتك وأذكارك 10 كلمات، إحداهن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل قول لا إله إلا الله. قول يا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الثانية لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا مش الملك، لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. قول يا سيدي. الثانية لا إله إلا الله الملك الحق المبين. الثالثة لا إله إلا الله الواحد القهار. رب واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، قهار، قهر الملوك بالذل وقهر الخلائق بالموت، هذه معنى قهار. قهار قهر الملوك بالذل إليه، خلاص ها. وقهر يا مولانا العوام والخلائق بالموت، فإذا أماتك فقد قهرك.
إذا أماتك فقد قهرك. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الرابع سبحان الله والحمد لله. عزيز معناها قوي لا يغلب. من كلمة عزيز غفار صيغة مبالغة أي كثير المغفرة، فهو قوي لا يغلب وفي نفس الوقت كثير المغفرة. الرابع سبحان الله والحمد لله. سبحان تقدس وتنزه، الحمد الثناء والشكر على الله. ولا إله إلا الله والله أكبر. الله مبتدأ أكبر خبر، والكبير هو الكامل في الصفات في الذات. طيب والجليل الكامل في الصفات. طب والعظيم الكامل في الصفات وفين؟ في الذات. ولا حول. لحظات ما معنى جليل؟ كامل في ماذا؟ جليل كامل في ماذا؟ في صفة. ما معنى كبير؟ كامل في الذات. ما معنى عظيم؟ كامل في الذات والصفات. قول يا سيدي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الخامسة سبوح قدوس رب الملائكة. لا سبوح قدوس. سبوح ماذا؟ سبوح قدوس. لحظة، سبوح يعني من سبحان الله تنزه وتقدس. سبوح قدوس، القدس يا مولانا تنزه وتقدس، كلمتان متجاورتان تؤدي إلى نفس المعنى، الغرض منها التأكيد. فلان كريم جواد، خلاص. الله رحيم رحمن، هذا قوي شديد، كلمتان متجاورتان قريبتان في المعنى تفيد ماذا مولانا؟ التأكيد. خلاص رب الملائكة والروح. الملائكة خلق من خلق الله، خلقوا من نور، لا يأكلون لا يشربون لا ينامون لا يتناسلون لا يعصون. الروح جبريل. الروح مين يا مولانا؟ جبريل، نزل به الروح الأمين اللي هو مين يا مولانا؟ جبريل. قول يا ابني. الثالثة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان، آخر حديث في البخاري، كلمتان خفيفتان على الميزان، ثقيلتان خفيفتان على الإنسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شفت مولانا؟ شفت ثوابها؟ آخر حديث أخرجه البخاري. في رواية من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله له الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده فقد غفر 100 مرة في اليوم غفر له الله الذنوب ولو كانت مثل مولانا زبد يعني تراب البحر. ونزيد. السابعة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة والمغفرة. حاضر. استغفار. أسعد الناس صحيفة يوم القيامة المكثرون من قول أستغفر الله. وإذا رأى الله تعالى في أول الصحيفة ذكر وفي آخرها ذكر، قال الله للملائكة اغفروا لعبدي ما بين الذكرين. قل سيدي. الثامنة اللهم لا مانع لما أعطيت. نعم. ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني معناها
لا حول لنا ولا قوة إلا لك، تجرد من حولك وقوتك، وانصب الحول والقوة إلى من؟ إلى الله. ما أنت إلا عبد والعبد مجرد. نحن علينا بالأسباب والنتائج على من؟ على الله. قلكم التاسعة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. قالوا هذا كلام ابن عطاء الله السكندري في تاج النفوس أو تاج العروس، تاج العروس وبهجة النفوس. قال: القلب القلب قدر، يعني إناء مثل هذا، اللهب والنار تحت، فيجعل هذا اللون الأبيض أسود من النار. بعدما ينأكل في القدر بسرعة نحن نغسل، فيعود القدر مرة أخرى نظيف. لكن نحن نترك مرة اثنين ثلاثة أربعة صار أسود، مهما نفعل انتهى الأمر. لماذا مولانا تراكم؟ فقالوا أن القلب قدر. ما اللون الأسود في القلب؟ الذنوب. فكلما فعل الإنسان ذنبا كلما امتلأ القدر سوادا. كيف يمحى هذا؟ بالاستغفار. يمحى بماذا؟ بالاستغفار. فإذا استغفر الإنسان الله يغفر له ويرحمه. لكن من الممكن أن ننظف القلب، لكن فرصة أن يعود أسود مرة أخرى. قم بطلائه. كيف نكسوه أنوارا؟ نكسوه أنوارا بقول لا إله إلا الله. من الذي أرشدك إلى الاستغفار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي أرشدك إلى كلمة التوحيد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. كيف نشكر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشكر لك يا رسول الله، الشكر لك يا رسول الله. أبدا، تعالوا نصلي على رسول الله. فإذا لا إله، استغفر الله تنظف القلب، لا إله إلا الله تملأه أنوار، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمله. فهمتم يا شباب؟ ومن هنا اجعل وردك: استغفر الله، لا إله إلا الله، ها، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما قاله الشيخ، هذا ما قاله الشيخ: استغفار وتهليل وصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأقرب طريق إلى الجنة الصلاة على رسول الله. نحكي بعدين إن شاء الله. قل يا سيد. العاشرة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رجاء تقولها ثلاث مرات في الصباح والمساء. بسم الله، أي أبدأ كلامي ويومي مستعينا باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. فمن كان مع الله من عليه؟ إذا كنت مع الله رجاء تسأل نفسك: من عليك؟ لا أحد. فإما أن تكون مع الله وإما أن تكون مع غير الله. الله واحد أما غير الله كثير. قل يا تكرر كل واحدة من هذه الكلمات إما 100 مرة أو 70 مرة أو 10 مرات وهو أقل، ليكون المجموع 100. ما فيش مشكلة. ولازم هذه الأذكار ولا نتكلم. هو ده، شوف، 100 كثير ولا قليل؟ قليل. 100 ولا 100 تسبيحة قليل. لكن كانوا يقولون إيه؟ هذا مفتاح بس شوي شوي. فكانوا يقولون: قليل دائم خير من كثير فاني. الشيء القليل
الدائم خير من الشيء الكثير الفاني. رجل صلى في يوم 1,000,000 ركعة وآخر يصلي كل يوم ركعة، مين أفضل؟ 1,000,000 ركعة في وقت واحد، لكن كل يوم ركعة، إذن كل يوم بوضوء، كل يوم بطهارة، كل يوم بذكر، كل يوم كل يوم كل يوم. قل يا ابني ولا تتكلم قبل طلوع الشمس، ففي الخبر أن ذلك أفضل من إعتاق 8 رقابة من السلام. يعني الذكر، الذكر خير أنواع الصدقة، الذكر خير أنواع الصدقة. شباب رجاء تحفظ، الخير الدائم خير من الكثير الفاني، العمل الدائم وإن قل خير من الكثير المنقطع. الرجل عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، ماذا يفعل؟ عندما ذهب إليه عبد الله بن عمر، ها كان الرجل لا يقوم الليل، هو يصلي الفروض ويمشي ولا يفعل شيء. فقال ابن عمر يا عم جئت إليك عندما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره يسعد ويفرح أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقال أنا كما رأيت إنسان عادي، أتوضأ وأصلي وأصوم رمضان عادي، لكن لا أنام إلا وقلبي نظيفا، لا أنام وليس في قلبي شيء لأحد. هذا هو الذي قربه، عمل قليل. شوف الرسول يتكلم، إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وأحصنت فرجها دخلت جنة ربها. حاجات بسيطة، لكن إذا كانت العبادة صعبة النتيجة صعبة، لكن من كرم الله أنه يسر لك الطاعة حتى تفعلها. فلا تحملوا أنفسكم ما لا تطيقون. شوف الشيخ 100 تسبيحة، لكن هذه 100 لو تستمر عليها ستكون 1,000 وستكون 1,000,000. مولانا السيوطي كان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم 50,000 مرة. كم كتاب ألف السيوطي؟ 700 كتاب. 700، سبحان الله. هذا السيوطي فيروز أبادي في 5 سنوات ألف كم كتاب؟ 700. ما هذا؟ بركة، بركة. الطبري مات صغير سنة 310 عمره 33 سنة، قالوا أن حسب عمره منذ الميلاد إلى النهاية كان يكتب في اليوم أكثر من 30 صفحة. هو ده العمل القليل يجذبك إلى العمل الكثير، لكن حافظ على الاستمرار في العمل والطاعة. إن تركت العمل تركك. قول يا سيدي. ففي الخبر أن ذلك أفضل من إعتاق 8 رقاب من ولد إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. أعد الاشتغال بالذكر إلى طلوع الشمس من غير أن يتخلى له كلام. إيه الصعوبة؟ تتكلم لماذا؟ هل رأيت رجل في حضرة الوزير والأمير والرئيس يتكلم؟ الرئيس يتكلم كله يسمع. أنت جلست من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، جلست مع من؟ مع ربك، فلماذا تتكلم مع غيره؟ هذا غرض. من يجلس في حضرة الرئيس لا يتكلم إلا مع الرئيس، من يجلس مع الوزير في الاجتماع لا يتكلم إلا مع الوزير، لا ينظر إلا للوزير. ومن هنا أنت من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس أنت في حضرة من؟ في حضرة الملك. لا لا، ليس الملك، أنت في حضرة ملك الملوك، في حضرة رب العالمين،
فمعقول أنت في حضرة رب العالمين ومشغول بالعالمين؟ هذا ضلال مبين مولانا. لا تنشغل عن ربك بغير ربك، وخلص القلب من الأغيار. ما هو الأغيار؟ كل ما هو غير الله، كل ما سوى الله. قل يا ابني آداب ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال. مش عارف هذا عندي ولا ليس عندي، أصل كتابي ده متقدم، فممكن هذه الآداب خلاص يعني انتهت فخلاص يعني. آداب إيه؟ آداب ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال. قول يا مولانا. ها فإن طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح فصل ركعتين، وذلك عند الزوال وقت الكراهة للصلاة، فإنها مكروهة من بعد فريضة الصبح إلى ارتفاع الشمس. فإذا أضحى النهار ومضى منه قريب من ربعه فصلي صلاة الضحى أربعا أو ستا أو ثمانيا مثلا اثنين وسلم. أنا عندي خمس أوقات مكروه فيها الصلاة. واحد، بعد صلاتك للصبح. اثنين، عند طلوع الشمس. ثلاثة، عند الزوال. الزوال قبل الظهر بخمس دقائق، سمي زوال لأن الشمس تزول من وسط السماء. ثلاثة، بعد صلاتك أنت للعصر. خمسة ولا أربعة؟ خمسة، عند غروب الشمس. شوف مولانا، بعد صلاة الصبح، بعد صلاة العصر، عند طلوع الشمس، عند غروب الشمس، عند زوال الشمس. إلا في مكة مفتوح في الحرم بدون كراهة. يوم الجمعة نصلي ساعة الزوال بدون كراهة، والكراهة هنا للتحريم. الكراهة لماذا؟ للتحريم. طيب، أو صلاة لها سبب حال، في صلاة لها سبب حال وصلاة لها سبب مؤجل. ما هي الصلاة التي لها سبب حال؟ سنة الوضوء، تحية المسجد. فإذا دخلت الساعة أربعة بعد صلاة العصر المسجد، صلي تحية المسجد ركعتين. طب إذا توضعت بعد في ساعة طلوع الشمس، صلي ركعتين. لكن صلاة لها سبب مؤجل كصلاة التسبيح ممكن تؤجل، الاستخارة ممكن تؤجل. طيب، صلاة الفريضة تصلى في أي وقت، فالفريضة مقدمة على مين؟ على أي صلاة. قل يا سيدي. فقد نقلت هذه الأعداد كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة خير كلها، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. فليس بين طلوع الشمس والزوال راتبة من الصلاة إلى هذه، فما فضل عنها من أوقاتك فلك فيه أربع حالات. بعد طلوع الشمس بالرمح يعني 20 دقيقة، وقبل الزوال بخمسة عشر دقيقة يعني 20 دقيقة قبل الظهر، هذا هو وقت صلاة الضحى. وقت صلاة الضحى،
سميت بالضحى لاسم وقت فعلها ساعة الضحوة، وأن يحشر الناس ضحى. ليه مولانا؟ في نور لكن لا يوجد. يا مولانا في نور في صلاة الضحى لكن لا يوجد يا مولانا فريضة. فوقت صلاة الضحى ليس وقت فريضة، هو وقت سنة، من طلوع الشمس بعشرين دقيقة إلى قبل الظهر بعشرين دقيقة، هذا وقت الضحى، أقلها ركعتين، الأفضل ثمانية، أقصاها 12 ركعة لكن ثمانية أفضل. صلاة الضحى ليست هي صلاة الشروق، ليس عندنا صلاة تسمى بصلاة الشروق. ما يقوله العلماء من صلاة الشروق يريدون الضحى، أما الصلاة عند شروق الشمس مكروهة كراهة التحريم. شروق الساعة كام مثلا الساعة 5، في بعض الناس تصلي الساعة 5 صلاة الشروق، هذا ضلال مبين. الشمس تظهر الساعة 5، أنت تصلي 25 دقيقة، هذا وقت صلاة لها الضحى، ليس عندنا صلاة تسمى بالشروق، هي المراد هي صلاة لها مولانا الضحى. قول يا سيد. العلم النافع. الحالة الأولى وهي الأفضل أن تصرفه في طلب العلم، في طلب العلم النافع دون الفضول الذي أكب الناس عليه وسموه علما. يا سلام شباب، الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس كانت يعبدها يصليها من يعبدون الشمس من دون الله، فكان الشيطان يقف لهم لا يرونه، فإذا طلعت الشمس سجدوا له وإذا غربت الشمس سجدوا له، وما الشمس والقمر إلا آيتان من آيات الله، لا تسجدوا للشمس ولا تسجدوا للقمر، هما ماذا نفعل؟ واسجدوا لله الذي خلقهن. أولم. والعلم النافع ما يزيل في خوفك من الله تعالى. كل علم يقرب إلى الجنة هو علم نافع، كل علم يقرب إلى النار هو علم ضار، كل ما وصل إلى الله من الله، وكل ما وصل إلى النار من الشيطان ومن نفسك. قل سيدي. ويزيل في بصيرتك بعيون نفسك. البصيرة هي رؤية القلب، فالإنسان عنده بصر وبصيرة، البصر يرى الأشباح والبصيرة يرى الأرواح، كلنا عندنا بصر وبصيرة، البصر يرى بعينه، أنا أرى هذه مكتبة، لكن البصيرة تجعلني أقرأ ما في الكتب، البصر يجعلك ترى شبح جسم الرجل، البصيرة ترى روحه، طيب جميل رؤوف رحيم، إنسان كويس إنسان فاسق، إنسان مؤمن إنسان كافر، راحة نفسية، كل ده يأتي من البصيرة ليس البصر. البصيرة ويزيل في معرفتك بعبادة ربك، ويقلل من رغبتك في الدنيا. ليه الرغبة في الدنيا؟ طول الأمل، الطاعة تجعلك تتغلب على طول الأمل، لكن طول الأمل رأس كل ضلالة. ما هو طول الأمل؟ أنني أعتقد أنني لن أموت. شوف ربنا، إنك ميت وإنهم ميتون وأنت تخالف، إنك حي وإنهم ميتون، هذا طول الأمل، رأس كل ضلالة طول الأمل، أنك لا تعتقد أنك ستموت فتحيا إلى يوم الدين. يلا سيد أكمل. ويزيد في رغبتك في الآخرة،
ويفتح بصيرتك بآفات أعمالك حتى تحترز منها. تحترز يعني تبتعد. تحترز منها يعني تبتعد. ويطلعك على مكائد الشيطان وغروره وكيفية تلبيسه على علماء السوء حتى عرضهم. حتى ايه؟ حتى عرضهم. عرضهم لماذا؟ ما هو المقت الغضب؟ ما هي أسباب غضب الله معصية العبد؟ كيف يتغلب الإنسان على المعصية؟ أن يتذكر النشأة والمصير، خلقت من عدم وستعود إلى العدم. أن يقف الإنسان على قدرته، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال إيه؟ طولا. ما دمت لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، رجعت وضعها. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، بالراحة شوية 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 شوية. أنت لن تستطيع أن تضرب بقدمك الأرض فتنشق، ولست من الطول فوق، لا، على رسلك شوية شوية. تواضع مولانا. من أنت؟ أنت شهيق وزفير، أنت شربة ما تقضي عليك. شوف هنا في حاجز يحجز الهواء والماء، فإذا دخل الماء في مجرى الهواء يموت الإنسان. كان مولانا علي كرم الله وجهه يقول: كيف تتكبر وتحمل في بطنك جيفة؟ شوف أنت تأكل إيكان ودجين وناسي أيام وناسي فاكر وتأكل كل حاجة، النتيجة يا مولانا النتيجة في صنبة، كل في الزبالة. فما دمت تحمل في معدتك الزبالة كيف تتكبر؟ شوف سيدنا علي كيف جاء. سيدنا عمر عندما وقف وقال: كنت رجلا أرعى الغنم لبني الخطاب، عبد الله قال: اجلس يا أبي أنت أمير المؤمنين. قال: نفسي تعاظمت علي فأردت أن أزلها. فإذا تكبرت على الله وعلى خلق الله فتذكر النشأة والمصير. ما هي النشأة؟ من عدم. وما هو المصير؟ ستعود إلى العدم. فأنت من تراب إلى التراب، وبين التراب والتراب تحمل في بطنك ماذا؟ جيفة. فكيف تتكبر؟ هذا ليس كلامي، هذا كلام مولانا علي رضي الله عنه وأرضاه. وكيفية تلبيسه على علماء السوء حتى لا معلش، ما معنى تلبيس مولانا؟ شوف مولانا، هذه حقيقة القلم، هذه حقيقته. شوف حقيقة القلم، استغفر الله، خلاص أوشك على الموت. نحن نلبسه هذا السوء، ما رأيك؟ كأنه إيه؟ جديد. دي القضية، الشيطان يلبس الحق بالباطل فيجعلك ترى الباطل حقا. أهو شوف هذا المنظر. ثم نلبسه. ومن أجمل الكتب التي تقرأها تلبيس إبليس لأبي الفرج الجوزي المنتقل سنة 597. ترى كيف يلبس إبليس على الناس الباطل بأنه حق. زين، أي لبس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والحرث. مين يكمل ذلك؟ متاعه ماذا بعد هذا؟ والله عنده حسن ثواب ولا المآب؟ المآب. شوف زينة وحسن المآب. زينة يعني في خدعة، حسن المآب نهاية ومصير. الشهوات هي تزيين للباطل، أما حسن المآب هو الحق واليقين. قل يا سيدي. وكيف
كيفية تلبيسه على علماء السوء حتى عرضهم لمقت الله تعالى وسخطه، حيث اشتروا الدين، حيث اشتروا الدنيا بالدين. يا سلام. في بلاغة، في بلاغة، اشتروا الدنيا بماذا؟ بالدين. ما معنى الكلام؟ طلبوا الدنيا ولكن عن طريق الدين. من أراد الدين ستأتيه الدنيا، ومن أراد الدنيا ليس له دين. الدنيا إذا أقبلت عليها أدبرت، وإذا أدبرت عنها أتتك راغمة. هذه علماء السوء يلبسون الحق بماذا؟ بالباطل. في الآخر خالص، فما لهم من خلاق. واتخذوا العلم، العلم زريعة أي سببا. واتخذوا العلم ذريعة ووسيلة إلى أخذ أموال السلاطين، وأكل أموال الأوقاف واليتامى والمساكين، وصرف حمتهم طول نهارهم إلى طلب الجاه والمنزلة في قلوب الخلق. الجاه بمعنى السلطان، المنزلة في الخلق، أي هو يعمل هذا العمل رياء، رجاء أن يمدح بين الناس. ومن فعل الفعل حتى يمدح بين الناس أخذ ثوابه من الناس. أما من فعل الأمر لله فهو الإخلاص، والإخلاص إنما جزاء الإحسان الإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أولى سيدنا. واضطرهم ذلك إلى المراءة والممارة. والممارة حب الظهور. اضطرهم أي جعلهم هذا السلوك السيء من حب الرياء وترك الإخلاص إلى ماذا مولانا؟ إلى الرياء، الدخول في الرياء. ما هو الرياء؟ أن ترى الناس في العمل. ما هو الإخلاص؟ أن ترى الله في العمل. واضطرهم ذلك إلى المراءة والمماراة والمناقشة في الكلام والمباهاة. هذا كلام الغزالي في أيها الولد، ابتعد عن المناظرات والمناقشات. فإذا ابتليت فعليك بشيئين: الشيء الأول أنك لا تبالي الحق معك أم مع غيرك. الحق معك أم مع مين؟ نمرة اثنين، أنك تتمنى أنه ينتصر عليك، وهذا صعب. ومن هنا كان الغزالي لا يريد المناقشات ولا يريد المناظرات. ليه مولانا؟ لأنني أنا أريد أن رأيي ينتصر حتى ولو كان رأيي خطأ. اثنين، أنا أريد أن يظهر الحق عندي وأنتصر، فإذا كان الباطل عندي والحق عنده أنا أريد أن ينتصر الباطل على الحق. ومن هنا مولانا الغزالي قال: الرجاء لا تفعل المناظرات، فإذا ابتليت لا محالة. واحد، لا تبالي أين يظهر الحق. اثنين، تمنى أن خصمك ينتصر عليك، فإذا استطعت فعل هذين الشرطين افعل المناظرة، وهما صعبين، ليس بالأمر الهين. ولم وهذا الفتح من العلم، النافع، من العلم، يا ابن علم. وهذا الفن يعني هذا نوع من أنواع العلم النافع. ما هو العلم النافع؟ الذي يقرب إلى الجنة. وهذا الفن من العلم النافع قد جمعناه في كتاب إحياء علوم الدين. هذا الكتاب اختصار لإحياء علوم الدين، وقد كتبه بعد إحياء علوم الدين، وكتبه الشيخ في آخر حياته. ودائما الشيخ
إذا كتب في آخر حياته كانت هذه الكتابة أعظم الكتابات، فقد كتبها وهو مقبل على ربه. وإن كنت من أهله فحصله واعمل به. إن كنت من أهل العلم حصل، يعني تعلم واعمل بما تعلم. فمن عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل، رواية، هذه رواية، من عمل بما يعلم أورثه، أعطاه، أورثه الله علم ما لم يعلم. قل زي. ثم علمه وادعو إليه. ثم علمه وادعو إليه. فإذا تعلمت علما نافعا رجاء أن تكون مدرسا معلما. خيركم من تعلم العلم وعلمه. خيركم من تعلم العلم وعلمه. قل يا ابني. فمن علم ذلك وعمل به ثم علمه ودعا إليه فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات بشهادة عيسى عليه السلام. فإذا فرغت من ذلك كله وفرغت من إصلاح نفسك ظاهرا وباطنا وفضل شيء من أوقاتك، يعني إذا زادت الأوقات على العبادات في فراغ ماذا تفعل؟ ها؟ كمل. فلا بأس أن تشتغل بعلم المذهب في الفقه لتعرف به الفروع النادرة. هو عاوز يقول إيه الشيخ؟ عايز يقول إن في علم لتربية النفس وفي علم بعد تربية النفس. شوف مولانا النووي رضي الله عنه وارضاه، أول كتاب رياض الصالحين ماذا؟ العلم. لماذا العلم؟ لأن بعد العلم الإخلاص، ثم جاء بعد الإخلاص التوبة. فلا إخلاص إلا بعلم، ولا توبة من غير إخلاص. فالشيخ يقول لك ابدأ بعلم يهذب نفسك داخلا قبل أن تقرأ علم يهذب ظاهرك. الفقه علم الظاهر، أما تربية النفوس فهي علم إيه؟ باطن. فالذكر والمراقبة والمحاسبة وإحياء علوم الدين وبداية الهداية و تطهرك من الداخل. فإذا تطهرت من الداخل، ها تعالى نتعلم الوضوء ونتعلم الغسل ونتعلم التيمم و هذا علم الظاهر. ما سر جمال كتاب إحياء علوم الدين؟ أنه جمع بين الفقه الشافعي وبين فقه القلوب. فقد جمع بين فقه العقول والقلوب. فهمت يا مولانا؟ هذا سر عظمة كتاب إيه؟ إحياء علوم الدين، أنه جمع بين الظاهر والباطن. نعني هنا بالباطن أي علم الأخلاق، علم الإيه؟ ليس علم السحر، نريد علم الأخلاق. فلا بأس أن تشتغل بعلم المذهب في الفقه لتعرف به الفروع النادرة في العبادات. سموا علم الفقه بالفروع لأن مقابله علم العقيدة الأصول. فالعقائد تتكلم عن الله وتتكلم عن الرسل وعن السمعيات، أما الفقه فيتكلم عن الفروع، طهارة والصلاة والبيع والشراء. فعلم العقيدة اسمه أصول الدين، علم الفقه اسمه يا مولانا فروع الدين. علم الفقه الفقه الأكبر ده العقيدة. طب وعلم الفقه الأصغر. خلاص. وطريق التوسط بين الخلق في الخصومات عند انكبابهم على الشهوات. هو ده، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات.
الجنة تحتاج إلى عمل وصبر، أما الشهوات عادي، فالطريق إلى النار أسهل من الطريق إلى الجنة. كم عدد أهل الجنة؟ 1 في الجنة و999 في النار، هذه رواية. كم عدد سكان الجنة؟ 1 على 1000. هل نضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: واحد من أمتي والباقي من غيرنا. أولئك. فذلك أيضا بعد الفراق من هذه المهمات من جملة فروض الكفاية. ما هو فرض الكفاية؟ إذا قام به البعض سقط الإسم والحرج عن الباقين. ما هو فرض العين؟ هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الفرض ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أما فرض الكفاية هو من قام به البعض سقط الإسم والحرج عن من؟ عن الباقي. فروض العين، فروض العين، والآخر فرض كفاية. قل لي. فإن دعتك نفسك إذا ترك ما ذكرناه إلى ترك، فإذا دعتك نفسك إلى ترك، أي إذا حبب إليك ترك هذا العلم الذي قرأناه. ما النتيجة؟ فإن دعتك نفسك إلى ترك ما ذكرناه من العورات والأذكار استقالا بذلك. استثقالا، كأن العبادة ثقيلة. استثقالا، استثقالا. صلاة الجماعة في صلاة العشاء والصبح ثقيلة على المنافق. صلاة الظهر عادي، صلاة العصر المغرب نحن صاحي، صلاة العشاء ممكن يعني فيها مجاهدة، صلاة الصبح مجاهدة أكثر. فصلاة العشاء والصبح ثقيلة على مين؟ على المنافق. ثقيلة استثقالا، كأن هذا العلم الذي يشرحه الشيخ في كتاب بداية الهداية زين الشيطان لك أنه ثقيل تعجز عن حمله. إيه الحل؟ الشيخ أدى بمشكلة لكن سيأتي بحلها إن شاء الله. قول يا سيدي. فإن دعتك نفسك إلى ترك ما ذكرناه من الأوراد والأذكار استثقالا بذلك، فاعلم أن الشيطان اللعين قد دس في قلبك الداء الدفين. فقد دس في قلبك ماذا؟ الداء الدفين. إذا رأيت أن العبادة ثقيلة على قلبك اعلم أن الشيطان، والشيطان مأخوذ من شاطانة أي بعد عن الحق، قد استطاع أن يضع في قلبك داء، داء يعني مرضا، دفينا يعني داخلا بحيث لا ترى. نحن عندما نمشي في الشارع في ماسورة للماء دفينة في الأرض، في ماسورة، تعرفون ماسورة؟ لا يعرفون ماسورة؟ ماسورة يعني زي شيء كده من فخار كبير والماء يمشي في الوسط. ماسورة مولانا عندكم أهو، دي ماسورة كهرباء، سلك ده ماسورة كهرباء، أدي شيء كبير كده من حديد أو من فخار والماء يمشي في الوسط. أنت عندما تمشي فوق الأرض الماء دفين، أنت تراه لا تراه، ما دمت لا ترى لا تشعر أن هذه الماسورة انكسرت أو صحيحة. فالشيخ يقول إذا وجدت الطاعة والعبادة صعبة على قلبك اعلم أن الشيطان وضع المرض في قلبك مدفون بحيث لا ترى. إلى هنا نقف. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله.
شعبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.